إلى نعمته ورحمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. أحبائي دوريا، سمعنا في المحاضرة الأولى وشفنا فيها ربنا يسوع المسيح قاضينا من الآن وإلى الأبد، وشفنا إزاي إشعياء النبي قدمه لنا سبع أرقام مفرحة، عجيب مشير إله قدير أبا أبدي رئيس السبع. وشفنا إن فرحة إشعياء النبي مرتبطة بأنه السلام ينمو في خدمة هذا الراعي العظيم ربنا يسوع المسيح. وشفنا إشعياء من وراء هذه الزرع كلها بيشوف المسيح في خدمة عمله خدمته وخلاصه لنا كلنا. وطبقنا هذا الكلام على سفر القضاء وشفنا قضاء كتير كانوا يمكن حبة مختفين عن دراستنا، لكن شفنا من خلال الدراسات أو تأملات إزاي ممكن بالفعل يكونوا بيشاوروا على ربنا يسوع المسيح. المحاضرة بتاعت دلوقتي زي ما هو موجود في المكتبين إيدينا، محاضرة رقم 2 عنوانها لامتحانهم أعداء ودروس. اللي حصل مع شعب إسرائيل لما دخلوا أرض كنعان إن هم سمحوا لبعض الأمم إن هم يفضلوا موجودين في كنعان، مع إن الأمر الإلهي إنه يدخلوهم بره ويخلصوا عليهم خالص. أعتقد اللي قرا مننا الخلوة بتاعت الصبح بتاعت الظهر هيكتشف هذا الكلام. خلوة كان عنوانها ماذا تعطيني لأبقيك داخلي. حصلت حالة من التساهل مع هؤلاء الشعوب فسابوهم موجودين، والشعوب دي تسببت ليهم في مرارة كتيرة خالص فيما بعد. النهاردة هناخد كلمة لامتحانهم أعداء ودروس، نشوف إزاي الله يعني برغم حزنه على الشعب اللي تساهل مع هؤلاء إزاي الله بيقدر حكمته ونعمته بيحول ضعف الإنسان وتقصير الإنسان إلى فرصة لمزيد من الانتصارات. عشان نشوف فلسفة التأديب اللي الله ممكن يعمله على حد من ولاده بيغلط. الله بيبقى دايما عايز خير للإنسان، عايز يرقي الإنسان، عايز يرقي الإنسان، عايز يديله خبرات جديدة علشان خاطر يعني يتقدم وينمو، فبيستخدم حتى ضعف الإنسان. هنشوف إن الإنسان برضو حتى دي ما بيفهمهاش، بتبقى مشكلة كبيرة عند الإنسان، وبيرجع ربنا يعاتب الإنسان وبرضو يفضل الإنسان واخد يعني اتجاه ربنا كده واخد موقف صعب خالص. شوف واحد بقى في خبرة لسفر القضاء اسمها خبرة بوكيم، أو بتحطلها عنوان من الجلجال إلى بوكيم. ده موجودة في سفر القضاء الإصحاح الثاني والعدد من 1 إلى 5. نقراها بسرعة. أنا بقول الهوى يا حبيبي، الهوى اللي بقولك مش الشمس. أو مروحة. بيقول الكتاب: وصعد ملاك الرب من الجلجال إلى بوكيم وقال: أصعدتكم من مصر وأتيت بكم إلى الأرض الذي أقسمت لآبائكم وقلت لا أنكف عهدي معكم إلى الأبد، وأنتم فلا تقطعوا، ركز معايا في الكلام، أنتم فلا تقطعوا عهدا مع سكان هذه الأرض، اهدموا مذابحهم ولم تسمعوا لصوتي، فماذا عملتم؟ فقلت أيضا لا أطردهم من أمامكم بل يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركا. يعني قلت هسيبهولكم، انتم قصرتم انكم تطردوهم ولم تسمعوا لصوتي. شوفوا انتم عملتوا ايه؟
فقلت لا أبردهم من أمامكم بل يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركاً. شركاً يعني فخ مصيدة. وكان هذا تكلم ملاك الرب بهذا الكلام إلى جميع بني إسرائيل أن الشعب رفعوا صوتهم وبكى ودعوا ذلك المكان بوكيم وذبحوا هناك للرب. موقف طبعا صعب خالص إن ربنا واخدهم جوه أرض كنعان وتعب معاهم ساعة ما كانوا في مصر وكل الرحلة في البرية وشافوا خبرات حلوة قوي مع ربنا وخلاص دخلنا أرض كنعان وأريحة أسوارها وقعت وخدنا المدينة ودخلنا وبقينا يعني تمام. ليه ربنا زعلان؟ قال هما ما طلبوش ربنا في اللي عملوا منهم اللي طلبوا منهم كان لمصلحتهم وكان لمزيد من الانتصارات. بس للأسف هما تقاعسوا في هرم مذابح الأوثان وطرد الجماعة دول هما تقاعسوا في هزم. بدل ما هسيبهم لكم موجودين هيكون زي ايه شرف ليكم والكلام هيكون للامتحان. القصة ترجع تاني كلمة الجلجال دي بنرجع لها بنلاقيها في سفر يشوع إصحاح 5 والعدد 9. بعد ما عدوا ربنا قال يشوع بص بقى حبيبي أدينا عدناكم وخلصنا تعال هات لي كل ذكور بني إسرائيل اللي اتولدوا في البرية عشان نختمهم. وبالفعل ربنا جاب الكلام ده في يشوع 5:9. قال الرب ليشوع قد أحرقت عنكم عار مصر فدعي ذلك المكان الجلجال إلى هذا اليوم. يبقى الجلجال معناها الحرارة وبوكيم معناها البالكون أو مكان البكاء. في الجلجال ربنا خلى يشوع ختم كل الذكور اللي اتولدوا في البرية. وده طبعا بيفكرنا بقصة الختان إن أبونا إبراهيم أول واحد مارس الختان ومن ساعتها بقى علامة الختان علامة انتساب هذا الشعب لربنا وفضلت دي ملتصقة بشعب إسرائيل لغاية وقت طويل جدا لغاية وقت الكرازة بخلاص ربنا يسوع المسيح. فدعي اليهود الختان ودعي الأمم بإيه؟ بالخلف أو بالخلف أو بهذا الكلام. أنا إيه بقول الكلام ده كله أحبة؟ بقول الكلام ده كله عشان نعرف إن ربنا دايماً يحب يحافظ على العهد من جهته. الختان ده عهد. كأن ربنا بيقول لهم أنا بترجاكم تعملوا زي أبوكم إبراهيم. أنا بترجاكم. أنا قلت لأبوك إبراهيم سر أمامي وكن كاملاً والراجل قضى حياته صار أمامي وكان كاملاً وإن كان قد حدث بعض الأمور اللي حابة كده يعني شوشرت الموضوع بتاع أبونا إبراهيم زي نزوله مصر أو تغربه في الجرار لكن في الآخر أبونا إبراهيم هو الراجل الحلو قوي بتاع ربنا واعتبر ربنا سار أمامه وكان كاملاً واداه بركات عديدة خالص خالص خالص. فأنا عايزكم تعملوا زي أبوكم إبراهيم سيدوا أماني كونوا كاملين اعملوا زي ما هو عمل عيشوا في رضاي طول الحياة خدميش أغضب عليكم. ده حتى إبراهيم من كمال قصادي لما غلط أنا صلحت له غلط لما غلط أنا صلحت له غلط. لما نزل مصر وكان فرعون هياخد سارة أنا وقفت ولما راح لجرار وهدينالك هياخد سارة بقى انا وقفت. ليه؟ انا مش عايزه تتشوش الصورة بتاعت قصادي لانه يحبني. عيشوا انتوا كمان كده عشان اكون ايه؟ اكون معاه. خصوصا ربنا اللي بيتكلم خصوصا وانتوا داخلين معايا على مرحلة جديدة من التدبير. خد بالك من دي كويس قوي. انتوا خلاص دخلتوا كان عندي مرحلة جديدة انتوا قربتوا على النهاية النهاية تجوه الأرض اللي وعدت بيها والحلم الكبير اللي خرجتوا بيه من أرض مصر أرض تفيض لبنا وعسلا أرض لا تأكل فيها بالمسكنة خبزا أرض تحفر من جبالها حديد ونعاس
وكلام حلو خالص موجود في هذا الكلام في تسنية تمام، لكن للأسف انتم ما عملتوش. مشكلتكم كانت القضية اللي استبعدكم اديني قطعت ورث الرجال وضحكت عنكم على مصر وعايز احطكم معايا. هقابلكم في الأرض الجديدة، ادخلوا اعلنوا انتسابكم ليا، هتتمتعوا بالانتصارات وتدوم هذه الانتصارات بل ستزداد هذه الانتصارات. ده اللي حصل احبائي. هم لما سمعوا ربنا بيعاتبهم كده زعلوا وخافوا وبكوا. كلام ربنا نخش قلوبهم، خافوا. بكوا على حالهم وخافوا من التهديد الالهي ان انا هسيب الامم دي شعب ليكم. في الحقيقه اللي حصل هو فعلا سابت هذه الامم، كانوا عاملين زي الشوك في ظهرهم باستمرار لغايه لما بقينا عندنا ماده للوعظ وماده للتامل اسمها الكنعانيون في الارض. ليه؟ حد انت بتسيبه ما بتطردوش من حياتك، مجموعه بنسيبها في الكنيسه، بنسيبها في منظومه، بنسيبها في البيت، بنسيبها في قلبي، بنسيبها في فكري، بسيبها في اهتماماتي. حادثه القصيم معاكم دلوقتي، الناس دي بتسبب لي مشكله بعد كده. طب يا رب مسؤوليتي ولا مسؤوليتك؟ انت اللي رميتهم لي زي الطعم كده ولا انا اللي استبقيتهم؟ يقول لي انا برضه هعمل كده. انا قلت لك اطردهم من الاول. اهدم مذابحهم. انت اللي تساهلت معاهم. زي ما قرينا في الخلوه بتاعه النهارده يلاقي الصمت يقول لك لم يطرد وده لم يطرد وده حط دول تحت الجزيه ودول سكنوا في وسط دول. ولقيت الوضع في الاخر بقى عباره عن ايه؟ بدل ما هؤلاء الغرباء صحيح كانت ارضهم بس ربنا خلاص طلبهم منها، بدل ما هؤلاء يبقوا موجودين كده والشعب ده محاصرهم، لقيت بعد الوضع بينعكس. يا اما دول يقعدوا في حته ودول في حته، كانوا بيقولوا لبعض يعني خليك في حالك وانا في حالي، يا عم احنا حبايب خليك بعيد عنك. مين قال كده؟ مين قال كده انك تبتدي تهادن حد غريب جوه قلبك وجوه فكرك؟ مين قال كده؟ والاصعب بقى انك انت تروح لابليس اللي هو صاحب المجموعات دي وتقول له يا عم ابليس تديني ايه واسيبك؟ ماذا تعطيني؟ لاخيك داخلي. اللي قرا الخلوه هيفهم انا بقول ايه. تديني ايه عشان ابقي داخلي؟ رشوه ياخدها من ابليس. للاسف الشديد الاسقاط عملت كده. بيبكوا النهارده على كده. ربنا لو انتوا زعلتوني طب انا هسيبهم، بس هسيبهم بقى لامتحانكم عشان اشوف شطارتكم هتعملوا ايه. رجعوا في الامتحان الى مزيد من الانتصارات، الى مزيد من المكاسب، وهخليهم بالظبط كده عداله موجوده فيكم، احول غلطتكم الى فرصه لامتيازكم اكتر وانتصاراتكم اكتر، هخليكم تتلذذوا كده بشويه امم هزيله ضعيفه مقهوره موجوده في وسطيكم. حلوه دي فلسفه ربنا. بيمتحن ايمانهم وثباتهم وفي الوقت نفسه هيحول هذا التفريط في كلام ربنا هيحوله الى فرصه لمزيد من الانتصارات وفرصه لاظهار كيف ان شعب الله متميز. ليه؟ انتوا سبتوهم قاعدين، وريهم النعمه اللي انتوا فيها، وروهم القوه اللي انتوا فيهم، وروهم الطهاره، وروهم عباده حقيقيه، وربيهم ان انا الاله الحقيقي، نظهره هذا خصوصا انها امم مقهور. الشعب بكى وذبح ذبائح برغم انه في الوقت ده ما كانش ده مكان الذبح، كان الذبح كان في الشلول لما الخير. ومش عايزين يحصل في حياتنا اي تساهل ولا في خدمتنا ولا في كنيستنا ولا افكارنا ولا في بيوتنا اي تساهل مع حد غريب يعرضنا للخبره الصعبه دي. طالما احنا بنبكي، طالما احنا بنرجع نعيط، طالما بنطلع عيال، خلينا رجاله في حياتنا مع ربنا. اللي يطلبوا مننا نعمله، اللي يطلبوا مننا نعمله ما نضطرهوش
يستخدم اللي احنا عملناه ويبقى بالنسبه لنا شر ومصيده ونرجع بعد كده نتضايق يعني. على اي الحالات بعد المقدمه الطويله دي هي بدايه برضه مش وحشه. بدايه جديده فيها توبه فيها بكاء فيها ندم فيها عمود فيها خوف. خد بالك من حته الخوف دي. الخوف يعلمك الحرص. لما ربنا يقول لك خد بالك انت عملت كده خد بالك ده هيعمل معاك كذا بعد كده. لما ربنا يخوفك من الحته دي وانت بايه؟ تحرص. مش كده؟ الخوف يخليك تحرص. فهنا ربنا عايزهم يحرصوا وعايزهم يحافظوا على المكاسب اللي اداها لهم واحنا كمان نحافظ على المكاسب اللي اداها لنا ربنا. وطبعا تعالى نشوف المكاسب. ايه سقف مكاسبهم هم او احلامهم هم؟ ارض. طفيل لبن وعسل. ارض. وده قومتهم على فكره. مقدرش يعني مقدرش ان انا اقول لهم انتوا اشرار او انتوا وحشين ده انتوا لسه تحت. مقدرش اقول كده. ده كان السقف بتاعهم. طب وانت وانت سقف مكاسبنا ايه عند المسيح؟ ارض ولا سماء؟ ملكوت السماوات اللي فتح ربنا. فردوس اللي رجعنا ليه تاني ربنا. حضن المسيح قدس الاقداس المسيح دخلوا ودخلوا جسدنا احنا عشان في الاخر كلنا نكون موجودين هنا. في خبره اسمها خبره بوكيم عملتها واحده في العهد الجديد. حولت بيت واحد فريسي الى مكين. عارفين مين هي؟ جت في لوقا 7 المراه الخاطئه. راحت لغايه عنده وبدات تبكي وبعدين لقينا المسيح بيقول لها اذهبي بسلام ايمانك خلصت. دي خبره بوكيم. خبره التوبه، خبره البكاء، خبره الطيب، خبره الحب. انا صحيح يا رب حامله خطاياي، انا صحيح الخاطئه في المدينه ولكن ايه رايك؟ انا عايز احول الوضع. بيت الراجل ده عايز اخليه مقيم. فادانا ربنا الفرصه الحلوه قوي ان انا بالتوبه بتنعم بدحرجه عار الخطيه عني وببكائي انا ببتدي بدايه جديده مع ربنا. الحكمه اللي انا بقولها دي موجوده في سفر القضاه العدد الاصحاح الثالث والعدد من 1 إلى 4. هؤلاء هم الامم الذين تركهم الرب. ركز قوي في الكلمات. هؤلاء هم الامم الذين تركهم الرب ليمتحن بهم اسرائيل. كل الذين لم يعرفوا جميع حروب كنعان. الله يلتمس عذر. الناس دي ما يعرفوش شراسه هؤلاء القوم. عذر ربنا بيلتمسه ليه؟ اصلك مش عارف ده وحش ازاي؟ فقلت اجرب اخليه شويه. طب ما اختبروش حروب كنعان. ما هو جيل طلع في البريه لسه اتولد في البريه. طيب انما لمعرفه اجيال بني اسرائيل لتعليمهم الحرب الذين لم يعرفوها قبل فقط. مع ان خد بالك الامر الله كان واضح. اهدموا المذابح لمذابح الاوثان. مش مستاهله انك انت تختبر عباده الاوثان عشان تهدم مذابح الاوثان. يكفي ان يقول الله ان دي عباده الاوثان اهدموا مذابحهم. ومع هذا ربنا قال دول غلابه مساكين جهله ولدوا في البريه ما شافوش الحروب الضخمه بتاعه البريه. ما عرفوش كتير عن دول. فانا هعمل ايه؟ هعمل امتحان عشان يعرفوه. لتعليمهم الحرب لمعرفه الاجيال. وراح علمنا اقطاب الفلسطينيين الخمسه وجميع الكنعانيين والصيدونيين والحويين سكان جبل لبنان جبل بعد حمون جبل مدخل حماد. كانوا لامتحان اسرائيل بهم لكي يعلم هل يسمعون وصايا الرب التي اوصى بها ابائهم عن يد موسى. وده كانت الفلسفه بتاعه ربنا. عشان كده خد العبارات بتاعتي لامتحانهم اعداء ودروس. اللي عايزين ندرسه دلوقتي احبائي دي قصه شعب اسرائيل خالص. عايزين ندرسه هناخد الامم دي امه 7 ونشوف الامه دي معنى الكلمه ايه. ما
وتاريخهم ايه وممكن يعملوا ايه في كنيسة لو سبناهم. نشوف النتيجة اللي هتحصل لو تساهلنا في وجود هؤلاء الناس. احنا عندنا نوعين اقطار الفلسطينيين الخمسة. كان في خمس مدن فلسطينية معروفة اللي هي جبت واشدود وغزة واشقلون وعقرون. الفلسطينيين دول شعب كان عنيد قوي وكان شعب جبار وذو بأس. المدن بتاعتهم كانت حصينة. احتكروا صناعة الأسلحة والآلات الحديدية. بعد موت يشوع يهوذا ست يهوذا خد غزة واشقلون وعقرون وضرب شمكر 600 من الفلسطينيين بمنساس البحر. ولكن عاد الفلسطينيون واستردوا المدن دي تاني من شعب اسرائيل. الكلام ده في القضاء 10. وفضلت عداوة موجودة بعد كده بدأت من قيام شمشون لغاية زمن سليمان الحكيم. فضلت في مناوشات وحروب ما بين الفلسطينيين وبني اسرائيل. وبعدين النوع الثاني جميع الكنعانيين والصيدونيين والحويين والحثيين والاموريين والفرزيين واليابوسيين. 7 أمم فضلوا موجودين هناك داخل ارض كنعان. سمحوا ليهم بالوجود مع ان الامر الالهي بيقول لهم اطردوهم اهدموا مذابحهم ما تخلوش حاجه موجوده. تعالوا ندرس هذا الموضوع. الفكره فكره الكنعانيين في الارض. سيدنا البابا لما شنودة في السبعينات كان ادانا محاضره اسمها كده الكنعانيون في الارض. ودرسنا فيها وركز قوي على مين ممكن يكون كنعاني موجود في حياتك. ده بيعمل لك مشكله بيعمل زي شوكه في بعض. كنعانيون دول احباء قبيله كبيره متميزه منسوبه راسا الى كنعان اللي هو حفيد موسى. الدور الاكبر هو كنعان. لانه كان في كنعانيين تاني كنعانيين الموطن يعني سكنوا جنبيهم قالوا احنا كمان كنعانيين. لكن اللي بيقصدهم الكتاب هنا الجماعه الاصليين اللي كانوا فعلا جدهم الكبير مين؟ كنعان. دول كانوا تجار. وافهم الكلمه دي كويس. دول كانوا تجار. قرب البحر ساكنين وليهم في المسالك اللي جوه واللي بره ما كانوا شطار قوي قوي في التجاره. حتى بقى لفظ كنعاني مناظر لفظ تاجر. في شعر 23 يحصل هذا الكلام. كان عندهم معبودات كتير حوالي 4 آلهة بيعبدوها بيل وبعل وعشتاروت وعدد. من عاداتهم الشريره ذبح الاطفال والزنا والسكر في معابدهم. دول تجار في الدين الاربعة. التاجر بيعمل ايه يا جماعه؟ التاجر ده حد بتاع تبادل. يديك حاجه وياخد مقابلها حاجه يبيع ويشتري ويفضل يعني ايه كل همه حاجه واحده بس ايه هي؟ مكسب. ده التاجر لما يكون موجود في الدين الاربعة. متى اتكلم بيتكلم بغلط؟ متى جالك تفهم معاه في موضوع من وراه هو عايز مكسبه هو، اوعى تفكر انك انت تقدر تغلب بياع. الستات بتحب الفصال. اوعى تفكر انك انت تقدر تغلب بياع. عارف لو قال لي الحته دي ب 50 جنيه وخديها ب 10 جنيه برضه هو غلب برضه. الشطاره بتاعته دي ما مش موجوده يعني. التاجر دايما دايما يحب مكسبه والا مش هيبيع. الا مش هيبيع. ابليس بيحاول يتقمص دور هذا الكنعاني في الكنيسه ويبتدي يتاجر بحاجات جوه الكنيسه. استخدم ابليس. تخيلوا ابليس ممكن يستخدم الكتاب المقدس. تاجر ممكن يفسر تفسير الكتاب المقدس. ممكن يوصف ايه من ايات الكتاب المقدس عشان يدخل معاك فيها في حوار. زي ما عمل مع مين؟ مع المسيح نفسه. قال له مش مكتوب انك ترمي نفسك وهو هيشيلوك الملائكه على ايه؟ اعمل كده. تاجر. بس جاي تاجر على مين؟ جاي يلعب على مين؟ ما ينفعش. لكن ممكن يجي ابليس يقول لي كلمه. يكون هدف ربنا من الكلمه ان انا اتواجه في ضميري
وأقدم تربة بهذه الكلمة. لو جاتني من الروح القدس، أو لو جاتني مش من تاجر فاسد، لو جاتني من خادم أمين، من كاهن بيحبني، من حد يخاف عليا، هاخدها هتغير بيها، هتنخص ضميري، وابقى حتى حاجة تاني خالص. لكن ساعات يجي روح صادمني بآية، وأول ما يلاقيني أنا هتغير، يروح جايب لي آية تانية عاملة إيه؟ روح مضيعة تأثير الآية الأولى، عمل معايا إيه؟ ضحك عليا، وهو أخذ إيه؟ أخذ موقف وأخذ جولة يسيبها إيه؟ يسيبها عليا. في ناس كده موجودين في الكنيسة عشان خاطر يعملوا كده بس. طب فسر تاني يا مونة هذا الموضوع. بولس الرسول بيقول إنه الملاك، إن الشيطان ممكن يبقى يشبه نفسه زي ملاك نور. زي ملاك نور، شوفوا بقى احنا إلى أي درجة ممكن عدو الخير يغير نفسه وإنه يوصل إلى يعني شبه ملاك نور عشان أنت تقبل كده. طب ملاك النور ده هيتاجر في إيه؟ يتاجر في المبادئ، يتاجر في الحقائق الإلهية اللي هي دي النور، ويقول لك حاجات عن ربنا وأنت تقبل. صدقوني يا أحبابي، أنا أقدر أفسر وأقول إن كل ما حدث في تاريخ الكنيسة وكل ما يحدث في كنيسة نسمع عنها أنها تبتعد يوما عن الحق، سببه إن في تاجر غريب موجود جوه، في كنعاني غريب موجود جوه بيزيف الحقائق، بياخد نور، بيعمل في حاجة تاني. وللأسف الشديد بنلاقي ده موجود في الكنيسة. بقينا نسمع عن مبادئ مغلوطة موجودة في قلب الكنيسة، ناس بتتكلم على تاريخ الآباء، ناس بتشوه صورة الآباء موجودين في الكنيسة. فينا ما صورش كنيستنا ولا كنيستك ولا كنيستك، وهي مع الكنيسة بصفة عامة، ده في ناس النهاردة مسيحيين واتكلموا على ابليس، يقول لك ابليس مين يابا؟ ابليس مين؟ ابليس ده حد انتوا عملتوه؟ مفيش حاجة اسمها ابليس، شوفوا قمة الخداع، مفيش حاجة اسمها ابليس، تعالى ابليس ايه؟ ده انت لو عملت كذا 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 منك انت الشر، وانت اللي اخترعت الشر، وانت اللي عملت حاجات غريبة قوي قوي قوي، لأن ده قمة نجاح ابليس ان هو يلغي من ذهنك حاجة اسمها ابليس. يطلعوا اسطورة، يطلعوا اكذوبة، يطلعوا حاجة من صنع خيال الكهنة علشان يخلوا الناس دايما خاضعين ليهم وتحت سلطانهم، مع ان في الحقيقة في ابليس وفي اعماله وفي تاريخه طويل جدا جدا مع ربنا ومع البشر، لكن لانه تاجر فبيقدم ايه؟ هذه البضاعة، يقول لك انا وهم، انا خيال، انا وهم، انا خيال، انتوا اللي عملتوني، لكن انا غلبان قوي، ده انا مختفي خالص خالص خالص. نجح في اوروبا الى الدرجه التي عبدوه فيها. شوفوا بقى، يعني قعد يقلب 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 من فساده في اذهانهم لغايه لما طلعوه ارقى من ربنا وقدموا له العباده. هكذا هو تاجر في بيعه الله. كل من ينادي بمبادئ مغلوطه هو تاجر في بيعه الله. كل من يصر على ترويج بدعه غريبه داخل الكنيسه هو تاجر في بيعه الله. كل من يصر على فكره غريبه مش مقبوله من الاباء، ما اقصدش اباء الكنيسه، اباء تاريخ الكنيسه اللي سقطت 2000 سنه في الزمان. كل من يروج بفكره جديده، عقيده جديده، حاجه طقت في دماغه هو تاجر كنعاني في بيت الله، ولازم تاخد باله منه. عشان كده احبائي، يعني لازم ناخد بالنا من الحته دي. ما نقولش ابليس ده ضعيف ولا ولا ولا، الراجل ايه صغيره جدا من رساله معلمنا بولس الرسول لافسس. الايه دي برغم ان رساله افسس هي رساله السماء، يعني المفروض يعني رساله الانتصارات، لكن شوفوا ابليس بولس بيقول لنا ايه؟ يقول لنا افسس 6:12 مصارعتنا ليست مع لحم ودم ودم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماوية. يعني اوعى تصدق إن مفيش إبليس، اوعى تصدق إن مفيش حب. كل كنعان غريب، كل تاجر غريب يضحك عليك بحاجة،
قدامك انت اصحابه، ولا تعطي مكانا لهذا التاجر الغريب يتاجر في الحقائق يشتت ذهنك عن الحق بتاع ربنا. يعمل ايه؟ جاهد وصبر. رجاء حلو قوي موجود في سفر زكريا 14:21 لما بيتكلم على المجد اللي ربنا هيرده. زكريا 14:21 بيقول ايه؟ يقول لا يوجد كنعاني في بيت الله. لا يوجد كنعاني في بيت الله. جميلة قوي. كل قدر في اورشليم وفي يهوذا تكون قدسا للرب. كل الذابحين ياتون ياخذون منها يطبخون فيها. لذلك اليوم لا يكون بعد كنعاني في بيت رب الجنود. عارف ليه؟ لان زكريا مع حكي هما اللي ميزوا لماذا تعطل بناء بيت الرب بعد عودة زربابل. في فساد، في فساد، في حد دخل يتاجر، في حد وقف جنب الراجل اللي جنبي في الهيكل وقال له بقول لك ايه؟ ما تاخد لك حضرين واديلك البيت بتاعك. هتفضل تبني في الهيكل وبيتك خربان يا راجل، شوفوا التاجر بيعمل ايه؟ ما تاخد لك عرق خشب وصغره على بيتك. بصوا لقوا ان كل واحد بيهتم بيبني البيت بتاعه وسابوا لي الهيكل. وتعطل بناء الهيكل 16 سنه. حاجة لهم لا ما ينفعش ما ينفعش. صعدوا الجبل وقتوا الخشب وقتوا البيت. فأنا بكر فيه بعد الغمر على بيتك. بيت ربنا تسيبه خربان وبيتك تجيب ذهب. فاقوا فاقوا زكريا وحاجي فوقوهم وبنوا البيت. فأنا الهيكل رجعت العبادة. قال لهم بصوا بقى هتاكلوا وتشربوا وتطبخوا وتذبحوا. بعدين ولا يكون بعد ايه؟ كان عني في بيت رب الجنود. عايزين نوصل دي. عايزين نوصل دي. ما تخليش حد يتاجر على حساب ربنا فيك وفي اي حاجه فيك. هقول لك تعمل ايه دلوقتي؟ مش هسيبك يعني. بس ده اول حاجه بشخص اول مرض تجار في بيت الله. معناها مكان سر السماء. تطلق على امه وتطلق على شغل وتطلق على مكان. ودول بقى مشهورين مع عصور وصيدا. قصه طويله في التاريخ مش عايز اوقع دماغكم بيها. كان مكانهم في لسان صغير كده خارج من لبنان في البحر. فضل شويه ضموا مجموعه من الجزر لغايه ما في زمن حصريان كانت عباره عن جزر كبيره متماسكه مع بعضها في البحر وصراعات طويله بين نبوخذ نصر ممالك سيدون وصور وكل الكلام ده كله هتلاقوه موجود في سفر الخروج اخبار الايام وسفر حصريان. إنما أنا عايز أخد الكلمة سيدون معناها صيادين، خبراء في الصيد. خبراء في الصيد. ماذا يفعلون في كنيسة وهم غرباء؟ يعملوا إيه في كنيسة ودول إيه؟ غرباء. داخلين هم صيادين. أنت سبتهم وهم صيادين. دول سراق، دول لصوص. هيصطادوا ايه اساسا؟ دول يصطادوا نفوس. دول يسرقوا نفوس باغراض موجوده فيهم. ينصبوا شباك على المصلاه يضيعوا الايمان. ده في ناس بتخش الكنيسه تجر الى رذيله. تجر الى رذيله. اسف. يخش يقول اصطاد بنت ولا اتنين مش عايزه شغل يا ماما، حضرتك جبت الشغل. شغل هتشتغل. تعالى جيب لك شغل، ومسيحي على فكره. تعالى جيب لك شغل. بس ده صياد ماكر. يوديها فين؟ اشتغل فين؟ ده صياد ماكر، حاسب حبيبي، طب انت مين؟ طب انت ايه؟ طب الشغل ده فين؟ اوعوا تتخدعوا بصيادين امثال هؤلاء. ممكن يجر الى رذيله، ممكن يجر الى عباده خاطئه، ممكن يجر الى عقيده مختلفه. خد بالك من هذا الكلام. الكلام ده مش بتاعي على فكره. شوفوا بولس الرسول يقول ايه لتيموساوس. اتكلم على الازمنه الاخيره في تيموساوس الثانيه الاصحاح الثالث والعدد من 3-6. بيتكلم كده انه في الازمنه الاخيره الناس هيكونوا من ضمنها قال ايه؟ بلا حنون
بلا رضا، سالمين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، ركز معايا، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة الله. لهم صورة التقوى ولكن منكرون قوتها. صياد متخفي. أعمل معاها هؤلاء ليه يا بولس؟ قال له بص دول بيعملوا إيه؟ يدخلون البيوت ويسقون النسيات، يعني جمع نسوة، يعني يسقون النسيات محملات خطايا منساقات بشهوات مختلفة، فيتعلمنا في كل حين ولا يستطعنا أن يقبلنا معرفة الحق. يدخل يضحك على عقول المصلين ويلاقي ناس تقبل هذا الكلام، تقبل هذا الكلام. واحدة ضعيفة في نفسها محتاجة حاجة معينة، تلاقي واحد بيرملها شبكة. لا تعالي، حاجات كتيرة خالص وتفاصيل كتيرة خالص لا داعي إن أنا أخوض فيها، بس ده بيبقى موجود. شخص عنده معاناة معينة، شخص عنده تعب معين، شخص عنده ضيقة، عنده مشكلة، ساعات واحد عنده مشكلة مع الكنيسة، مشكلة مع أبونا، يلاقي واحد يقول له تعالى أنا اللي هحلها لك، أنا اللي هحلها لك، أنا اللي هعمل لك كذا، استرده بره وممكن في الآخر يضيعه. العلاج قالوا بولس الرسول تعرض عن هؤلاء، تدرهمش الفرصة إن هم يبدوا شباك، وعلى الكنيسة أن تفطن إلى وجود صيادين ماكرين فيها لا يهمهم حق يسوع ولا مجد يسوع، ولا يهمهم مكسب هم داخلين علشانه يتمموا بيه أغراضهم. يبقى الكنعانيون تجار في الكنيسة، الصيادين الصيدونيين صيادين في الكنيسة. تعالوا شوفوا الحثيون. الحثيون دول جاي من حث، وحث في العبرية معناها مرعب، فكده بيسموا الحثيين دول بنو الرعب، بنو الرعب. وحث ده الابن الثاني اللي كان عن ابن حد. الحثيين دول كانوا بيفتخروا انهم الف اله. شوف بقى عندهم كم وزن، الف اله. يقولوا فكرة عندنا الف اله، يمكن ده كان السبب اللي يخليهم يعني حاسين برعبهم للناس. وفي الحقيقة هم من اقوى الامبراطوريات القديمة، وليهم باع طويل قوي قوي في الصراع في الشر مع في الشرق في الحروب والحاجات دي كلها. ودول اللي دخلوا مصر على فكره وتردد حكم ستالين في موقع مجده سنه 1482 قبل الميلاد. بس على هذا الجبروت وعلى هذا الرعب هم شعوب ليس لهم جذور ساميه بل اعراق متفرقه، يعني حتت حته من هنا وحته من هنا، كانوا اشبه بالرعاع ولكنهم مرعبون. تخيلوا لو وجد في الكنيسه ناس زي دول، لا مبادئ لهم، لا جذور، لا اصول، وفي الوقت نفسه همجيون ومرعبون. دول يدخلوا الكنيسه، يدخلوا حياتك، يدخلوا بيتك، يدخلوا فكرك، يدخلوا قلبك، ويقول لك انا برعبك. ليه؟ ترعبني ليه؟ قال لكم ليه الرعب ده؟ لأنه الشعب اللي أخذ أرض كنعان ده لما يعرفش أرض كنعان ده لسه بيكتشفها، فلما يلاقي حد يخوفه من التقدم هيملاه خوف، هيملاه تردد، هيملاه إحجام، هيخليه عايز يطلع بره تاني، مش هيتقدم للأمام. إذا هنا الرعب يخليه تحجم عن المسيرة، يعطل المسيرة. ليه؟ المسيرة ما هياش بس الشريط الضيق اللي بعد نهر المردن، ده المسيرة ربنا مديك لغاية البحر، لغاية البحر، يعني من شط الأرض لغاية البحر ده المتوسط، ده اللي شافه موسى لما طلع على الجبل. فأنا بديك ده كله، هتقعد ليه؟ ده ربنا بيقول ليشوع في يشوع 13 حتى متى انتم متراخون، ده 18 اسف، حتى انتم متراخون عن دخول امتلاك الارض. ويقول له في 13 يا يشوع انت قد شخت وقد بقي الارض كثيره جدا من الامتلاك،
ده انت هتموت لسه ما كملتش، ما دخل الناس. فالحقيقه ربنا بيدعوني الى انتصارات والى تقدم والى مجالات وافاق رائعه للفضيله والجمال والمتعه الروحيه. وفي حد بيقول لي اوعى تتقدم خطوه، خاف، رعب، خوفني ويرعبني، يقول لي اوعى يا عم هتصلي الاربعه الشياطين تلعبك طول الليل، تروح الناس مليانه بيت، يقول لك هو انت تمسك لي سفر المزامير تحضر لي مش عارف ايه وتعمل لي ايه، تروح الناس سايبه المزامير وهكذا. يقول لا، ده بيقول لك ايه؟ من يعرف اكثر يطالب بالاكثر، كفايه اللي عرفته وبلاش، ويحرمك الاعماق ويحرمك النوم ويخليك مكسح خايف جبان مش عارف تتقدم، والارض قصادك والفضيله مليانات قصادك وتعزيات روحيه لا توصف. ده ناس كتير قبلك بس عندهم جرأه وايمان وما خافوش من الرعب بتاع بلد الرعب دول. لو وجد هؤلاء في كنيسه ضيعوا الدنيا، عملوا ايه؟ الخوف هيعطلك، خاف من الناس، خاف من اي انسان، تخاف انك تمشي على الارض على الميه زي ما ربنا قال لبطرس، تعالى يا بطرس ماشي بطرس على الميه، ما خافش. انت برضه مشكله في حياتك ربنا خليك تدوس عليها وتعدي، الخوف خليك تبص تحت، هيقول لك واحد انت ماشي على الميه يا راجل بص كده تبقى واقع. ما في حد بيخوفك بيفكرك انك ماشي على الميه، بيقول لك الضيقه بس، الصديق بس، التعب بس. الرعب موجود في الكنيسه، يخوفك من السلوك في الطاعه، يقول لك الهك ده ما وراهوش غير انك انت تعمل كده بلاش، يخوفك من المغامره مع ان المغامره شرط حلو قوي قوي للايمان، يخوفك من الخساره تخسر لما تمشي مع ربنا، يخوفك حتى من الكرازه تخاف تتكلم، يقول لك ده هتكلم على الهك ده هيعملوا ويسووا فيك، ده زمان المباحث بتسجل لك وزمانهم صوروك وزمانهم مش عارف ايه، وتخلي الواحد ماشي وهو مرعوب من ضله. ليه يا عم؟ ما تخافش. إذا ادينا لهم مكان فينا، إذا ادينا لهم مكان فينا هنعمل حساب للناس، هنعمل حساب للناس أكتر من ربنا. هنعمل حساب للناس، هات لي مايك ثاني وخلاص يا حبيبي. هنعمل حساب للناس أكتر من ربنا. إذا حصل هذا الكلام 10 إذا حصل هذا الكلام هنعمل حساب للناس أكتر من ربنا، هنهتم بتقاليد الناس أكتر من حق ربنا اللي معلن في الإنجيل. الشهادة اللي ربنا هتبقى باهتة، الشهادة اللي خارجة من فمك هتبقى باهتة، هنبص تلاقي وأنت شعب الله اللي مأمور من ربنا كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم، هتلاقي نفسك بتقول ايه؟ ماليش دعوة. الجرأة هتضيع، الخجل هيسود عليك. وبعد كده كمان تيجي أقل تجربة ترعبك، أقل تجربة ترعبك وتخليك
ما انتش قادر تتقدم، وبعدين كمان من الخطورة انك لا تتمتع بالانتصارات. لا تتمتع بالانتصارات. تخيل يبقى انت حلم وانتصرت في موضوع وقدمت توبة وفرحت بربنا ومتعزي بربنا، بس قبل ما ترفع راسك وتهتف وترنم معانا لا حد يقول لك لا انت هتروح فين، انا هجيبك على كتور رقبتك ووقعك تاني، وبتقول بلاش افرح، لاحسن ايه قضية، لاحسن هرجع تاني. ولما تضحك حبتين وتفرح بربنا تقول اللهم العالو خير ربنا استر. سنة متعود لما افرح بقى ايه بيحصل كده. لا، مطلوب احبائي ان احنا نحارب هؤلاء، دول الصياد، اسف، دول بنو الرعب الحزيون، لازم تحاربهم، ما تسكتش، ولازم تجاهد لكده. يعني دول عايزين واحد قوي، عايزين واحد يقف قصادهم. شوف معلمنا بطرس لما بيقول عن الايمان والفضيله، بطرس الثانيه 1:5 يقول لذلك وانتم لهذا عينه وانتم باذلون كل اجتهاد قدموا في ايمانكم فضيله. حط كلمه بين الايمان والفضيله، ايه هي؟ اجتهاد. يعني ما تديش الفرصه لحد يخوفك، لا تتردد، لا يعني تجاهل ارهاب الحسيين دول، ما تخافش عشان ما تخسرش. الامه الثالثه الاموريون. والاموريين دول ناس مثقفون متحضرون كلاميون. كلمه اموري معناها كلامي، كلام كتير، بحب الكلام قوي. دول ناس فخورين بالكلام، بس الكلام فقط، كلموا كتير، كلموا بس. احنا نخاف من دي، لان الكلام بلا معرفه يضيع، والكلام بلا اختبار حقيقي معاش للخلاص والنصره. انا خد بالك، يبقى في وسطي اموري غريب. لو واحد جاي بيكلمني عن الخلاص بس مجرد فكره، يقول كلمات حلوه قوي ويرص ايات رائعه ويديني هتافات وشعارات ترك الدنيا، بس تعالى علمني ازاي اختبر الخلاص، عشان ما تدينيش حاجه كلام، انا عايز اختبر الخلاص. دول بقى احبائي بتوع العلم وبتوع المعرفه بس، بتوع الفكر ده بس. واذا اتكلموا مع حد فالحكايه قصه كلام، حوار 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 وخلاص. لو قالوا معلومات عشان ينفخوا بالكبرياء، ولو قالوا بقى يعني كلام يمسكوا الناس مصداء وممكن يدوهم معلومات شديده خالص خالص وتحسسهم ان الناس دي هي اللي فاهمه كل حاجه، دول موجودين في الكنيسه. للاسف الشديد موجودين في كنيسه، مش كنيستي انا اقصد، بصفه عامه موجودين فينا. ما تبقاش انت نفسك بتاع كلام، خليك بتاع اختبار، خليك بتاع اختبار. مش كلام وكلام وكلام وافكار وايات مرصوصه واشعار لا، عايز اختبارات حقيقيه، عايز حوارات تبنيك تخلصك، وده مش محتاج كلام كتير، ده مش محتاج كلام كتير. طيب ربنا بيعاتبنا، ولكن ولكن ممكن قوي ايه اللي حاصل احبائي؟ كتير جدا من كلام الكرازه، ولكن من يخلصون؟ قليل من اختبارات التجديد والخلاص، كتير من المحاضرات، كتير من المؤتمرات. يا رب احنا قليل من التغيير، يا رب احنا كلاميين ولا ايه حكايه؟ ما تسمحش يا رب ابدا نكون كلاميين، عايزين كلامنا يكون اختبار، عايزين كلامنا يكون حوار حقيقي. لان خطوره الاموريين في سهوله الكلام، سهوله الكلام. احد الاباء الروس اسمه صاروفسكي يقول ما اسهل ان تعلم في كنيسه، ما اسهل ان تعلم في كنيسه كمان يجلس فوق الجبل ويلقي بالحجاره، قاعد في الهواء فوق عمال ايه يرمي حجاره يعلم، ولكن ان تعمل ما تعلم به، فكمان يحمل الحجاره
من اسفل ويصعد بها ايه؟ اعلى الجبل. اللي طالع شايل الحجر مش هيكلم، ليه؟ هيوفر كل جهده للحمل، مش هيكلم، مش هيحمل. احنا عايزين دي العمل وليس الكلام، العمل قبل الكلام. وده اللي مدحه المسيح وصاحبه قال عنه ان هو يدعى عظيم في الملكوت. الاموريين الناس المثقفين قوي اللي بياخدوا فرصه في الكلام. اسياد متسلطون، اسياد متسلطون، دول بقى في الكنيسه يعيشوا سياده وتسلط حتى ولو بمعرفتهم بالحق الالهي والمحبه الالهيه او حتى بفضيله حقيقيه تفرض يعني فضيله موجوده فيهم، يستغلوها ويعملوا سياده على اولاد ربنا، يتحولوا الى اسياد. انا اعرف اكتر منك، انا افهم اكتر منك، انت ما عندكش اللي عندي. دول يعملوا ايه في الناس يا احبائي؟ يتسلطوا بكبرياء شخصي على الناس، وبالتالي حته عناد تبقى موجوده فيها، ودي تتعب كثيرين، لان في الحقيقه بتوفر روح كبرياء مش موجوده عند المسيح نفسها. حاشا، المسيح نفسه قال ان ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم وينزل نفسه فديه عن كثيرين. المسيح وهو السيد غسل اقدام التلاميذ، ولنعمل انتوا كمان هذا الكلام. فانت ما تعلمش من كرسي عالي، ما تعلمش من احساسك انك سيد، ما تعلمش من احساسك انك انت متميز، لكن تعالى سد عليا بمحبه حقيقيه للمسيح، تعالى سد عليا بخدمه صح بتقدمها لي، تعالى اتعب معايا عشان تبقى سيدي بالحقيقه، لكن تعملني فيه متسلط ومتكبر فانت حوي في بيعه الله. ركز في دي اول ثلاثه اللي جايين مع بعض، هتوصل للنتيجه اللي انا عايز اوصل ليها. حويين دول اسياد ايه؟ متسلطون. طيب بعدين في الفرزيون، والفرزيين دول اهل سكان الريف القرويين الفلاحين الشاعرين بالدونيه. بين اقصاد ايه؟ نقيدين، اسياد متسلطين وناس حاسين بايه؟ بالدونيه، طبقه الدنيا في الكنيسه، شعب جاهل بسيط شاعر ان هو ملوش حق في حاجه، ملوش حق في حاجه. وده على فكره ممكن يكون الكنيسه هي السبب فيه. احنا سيبنا ناس ما رفعناهمش، سيبنا ناس لم نغنهم، ما حسناهمش بقيمتهم في المسيح، فعايشين على هامش الحياه او المعرفه الروحيه. زي الفلاح لما قال لك انا مالي ولا حاجه، معلش انا ما اعرفش غير ابويا العمده والحماره والسكه، ما اعرفش تقولش حاجه تاني. ليه؟ طب ما تعرف، طب ما تتعلم، طب ما تيجي اخرجك وانطقك، طب ما تيجي اكلك اكله حلوه، ما تيجي اعمل معاك كذا. لا هو عايز يعيش كده، خايف يمشي اعلى من كده. عارفين يا احبائي وجود الحويين المتسلطين والفرزيين اللي هم بسطاء او دونيين، ده بيعمل طبقيه في الكنيسه، بيعمل عنصريه في الكنيسه، ودي اللي ضيعت اوروبا في العصور الوسطى، ان في ناس فوق قوي 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 اسياد، وفي ناس في الريف وفي القرى ما يعرفوش حاجه خالص، فكان ان ضاعت وحده المسيح اللي موجوده في كنيسه. اللي حصل ان بقى في دونيه وطبقيه وعنصريه داخل الكنيسه. على فكره البساطه مطلوبه، مش بحارب البساطه، البساطه مطلوبه والابتداع مطلوب، بس عايزين كل ده يكون بحكمه. انا ابقى عارف حقي في المسيح وحقي عند المسيح وقيمتي في المسيح، ومع هذا اقول انا غلبان، كل ما فيا هو من نعمه ربنا، لكن انا اكون حاسس ان انا اللي ده كله انا ماليش فيه نصيب، انا محروم من هذا، انا ما استاهلش كده، ودي بتاعت ناس تاني، ده العيب وده الخطر اللي موجود. تخيلوا، انا هحط بعض المتقابلات كده، تخيلوا لو انا عندي كهنه
متشابهون بكهنوتهم، دول حويين أسياد. في مقابلهم شعب شاعر بالدنية والحقارة. بص بقول كده يا بلوي، ادي مفارقة مش مطلوبة. تخيل لو عندي خدام متعالون مفتخرون بعلمهم حتى وخبرتهم الروحية، في مقابل مخدومون ومبتغون في الفهم ما يفهموش بسرعة. تخيل لو عندي معلمون مترفعون وعندي تلاميذ جاهلين مش قادرين يوصلوا لبعض. تخيلوا لو عندي أطباء في منظومة، يعني أطباء علماء متعجرفون مفتخرون بعلمهم، وعندي مرضى لا يملكون حتى لقاء الطبيب. ايه رأيهم في هذا الوضع؟ يبقى انا خلقت ايه في الكنيسة؟ خلقت طبقية وخلقت عنصرية. عارفين النتيجة ايه؟ لوجود هذه المقابلات وهذه المفارقات، اسياد وعبيد، مترفعون ومحتقرون، نروح رايحين على اليابوسيين، اخر فئة موجودة في السبعة. واليابوسيين دول هم الدائسون، يابوس تساوي يدوس، دول الدائسون. لما يحصل كده يداس كل ما هو روحي اصيل في الكنيسة، يداس كل ما يذكرك بإلهك وبالنصرة. واليابوسيين دول بقى شوفوا، عشان دول النتاج بتاع اللي فات ده كله، فضلوا موجودين في بني إسرائيل لغاية لما، الحتة دي إشارة حلوة قوي، فضلوا موجودين لغاية لما داود النبي خلص أورشليم منهم بعدما استتب في المملكة بسبع سنين. يعني الموضوع محتاج داود علشان خاطر يخلص أورشليم من اليابوسيين. أيوة، وإحنا محتاجين المسيح ابن داود، ها، اللي ملك على بيت داود للأبد. محتاجين المسيح اللي يخرج مننا مين؟ اليابوسيين. عشان كده أحبائي، الأمم دي السبعة لو سكنوا في كنيسة، في بيت، في منظومة بشر، في قلب، في فكر عند أي واحد، أنت أمام وضع مرير، خد بالك منه. ليه؟ هيبقى عبارة عن مكان لإبليس في المنظومة دي، دور لإبليس في الكنيسة، دور لإبليس في بيتك، دور لإبليس في قلبك، دور لإبليس في فكرك. ديش حد الفرصة دي خالص. لازم تعرف أن إبليس ما يحبكش، لازم تعرف أن إبليس خبير في المناورة والمراوغة، لازم تفهم أن إبليس للآن بيشتغل حتى وإن كان المسيح حطه تحت رجليك. إبليس بيشتغل في ناس، هكتب لك في خلوة معرفش اللي فاتت ولا اللي جاية، إن في ناس الحية تحت رجليهم بيوطوا ويطلعوها على الراس، يعملوا كده. الخلوة اللي فاتت مش كده؟ تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي اطلعي، انت ليه حطيتي تحت رجلي وانت جميلة هذا الجمال؟ شوف الخداعات ممكن توصل لإيه. طب يا رب أنا زعلان، أنت ليه عملت كده؟ ليه؟ طب إحنا غلطنا. طب ما تيجي أنت يا رب وتنفخ فيهم وتطردهم بره وتسيبنا ليه شوية سين يا رب؟ ما إحنا بكينا، ما إحنا تبنا، مش بكيت دي بكاء وفي عهد جديد بينا وبينك يا رب؟ كانت الإجابة لامتحانهم زي ما احنا اتفقنا، ده الامتحان. انتوا فشلتم في طردهم فانا سبتهم، من ناحية بقدلكم، من ناحية تانية بامتحنكم. علشان ايه بقى؟ علشان تمارسوا النصرة وتنجحوا، ولما تمارسوا النصرة وتنجحوا الى مزيد من النصرة تذهبون وتتمتعوا. ده انا سبتهولكم علشان تتمتعوا بالنصرة اكتر. انا قدمتهولكم زي ما قلت في البداية شعوب ضعيفة هزيلة مقهورة. ما تخافوش، انتوا غلطوا عشان قصرتوا في الوصية، لكن انا مش خايف عليكم منهم، ده دول سهل قوي، انتوا تقبلوا كده يمشوا. انتوا
وخالفتوا الوصية. قلت لكم اهدموا المذابح ما هدمتوهاش، اطردوهم ما تركتهمش، وبعدين عشت انتوا في وسطيهم والبعض اللي ضاقوا بتديني ايه وسيمك جزية. ده الغلط يا جماعة. لكن انا قلت خلاص خليهم موجودين وشوفوا هتعملوا ايه بعد ما حذرتكم لامتحانكم. اكتشفوا الاعداء ومارسوا النصرة عليهم. انتم اثرتم في طردهم، وضعتم هؤلاء، تركتم هؤلاء ووضعتم اولئك تحت الجزية. من فضلكم كفاية، تنبهوا للامتحان، هرقيكم، همدحكم، هزكيكم لانتصارات اعظم، حافظوا على هويتكم. هما ما عملوش كده. يقول قضاة 3:5-6: سكن بنو اسرائيل في وسط الكنعانيين والحثيين والاموريين والفرزيين والحويين واليروسيين، واتخذوا بناتهم لانفسهم نساء، واعطوا بناتهم لبنيهم وعبدوا الهتهم. يا ذي الخسر، يا ذي الخسر. فحال صغير بقولهم ربنا، هم عملوا ايه؟ سمحوا بوجود كل هؤلاء في وسطيهم، خدوش بالهم من كل هذا الكلام تماما. وده الامر غريب على فكره، حاجه غريبه في الانسان. زي لما موسى اخر فوق جبل مع ربنا، الراجل مع ربنا، مع ربنا، وهم عارفين كويس قوي انه بيكلم ربنا، بس قعد فوق 40 يوم. نزل لقى الشعب بيعمل ايه؟ كانوا يترقصون على عجل ذهبي، يقولوا هذه هي الهتك يا اسرائيل التي خرجتك من ارض مصر. موسى هذا لا نعرف ماذا راى له. ليه ترى نادي يقدر عدو الخير يحرف المفاهيم ويخليك تقع الوقعه الصعبه دي؟ للاسف بيحصل كده، والتاريخ بيعيد نفسه. عاد نفسه معاهم بعد موت موسى باقل من 30 سنه. رجع التجربه اهي وخلاهم يعبدوا الالهه بتاعتهم وياخدوا البنات لبنيهم والبنين لبناتهم، برغم ان لسه في ودانهم كلام موسى. في بعض منهم عاصر موسى قبل ما يموت، ليه بتعملوا كده؟ تنكروا بكل هذا، والسبب الامم الغرباء اللي سابوهم في وسطهم. عشان كده حبيبي، ان كان ربنا بيسمح بوجود حاجات زي دي مش بيسيبك، عايزك تمارس امتيازاتك. والا ايه معنى انك انت، اقول لك انك انت غني ما كانش جنبك واحد فقير؟ مش كده؟ ايه معناها؟ ايه معناها انك تحس بالهك عمل معاك كل هذا المجد وانت جنبك حد مازال بيزحف لسه على بطنه عشان يعرف حقيقه الاله؟ ايه معنى؟ ايه معنى انك تقول يا ابانا الذي في السماوات، وراسك مرفوعه والعشم بينك وبين ربنا عشم ابن في ارض، وحد تاني عمال يقول كلام كتير مش عايز اعيد وازيد فيه؟ لازم تفهم ان ده بيتساب عشان يعلن تميزك انت، فانت لازم تعيش هذا التميز. لما بطرس الرسول قال انتم امه مقدسه، جنس مختار، شعب اقتلاء، عشان ايه؟ لتخبروا فضائل الذي دعاكم من الظلمه الى نوره العجيب. وجود دول يميزك، لما انت تبقى زيهم فانت فشلت. انت فشلت. يبقى اكتر من معنى من هذا الكلام. تأديب قليلا بكيل يا رب، وربنا يقبل توبتك. سبتهولكم شرط وشوكه، خليك دايما صاحبهم عشان ما يضربوكش. بمتحنك بيهم، انجح في الامتحان وانتصر عشان تتزكى وتترقى. سبتهم موجودين ليك وانت اللي عملت كده مش انا، عشان اعلن تميزك يا ابني. عيش يا ابني للنهايه. ما تنزلش بمستواهم، لا تصاهرهم، ترتبطش بيهم، ما تعبدش عمالتهم، ما تبقاش زيهم، انت حاجه تاني. لازم تعيش كده، ده اللي عايزه منك ربنا. طب نعمل ايه يا جماعة عشان نظل متميزين؟ في جدول هنعرضه عليكم دلوقتي. ها؟ احب اعرفكم ننزل الجدول دوت. كمان الشاشة دي يا صاحبي.
اعمل ايه؟ عندنا كان عاديين يا رب تجار في بيتك وفي مدينه الله، اعمل ايه؟ قدم انت امانه واخلاص لامور الله. هو كان عادي تاجر غريب، انت قدم امانه واخلاص. عندنا الصيدونيين صيادين، اعرض عنهم وقاومهم واحرص اطيعك جيدا، ان كنت كاهنا، ان كنت خادما، ان كنت ابا، ان كنت اما. خد بالك اصحى، عندي حسيون يا رب ينشرون الرعب. مطلوب منك ايه؟ اثبت، خلي ايمانك عظيم، خليك واثق في ربنا. طب عندي اموريون كثير الكلام، رد انت على كل ذلك بقليل الكلام وكثير العمل والاختبار الحي. هم لقينا حويين متسلطين لينتج هذا فيك سلوك متواضع يرضي إلهك ويحضره، فلا تخشى تسلطهم فهو بغيض وسيقاومه مين؟ إلهك. خفش، المتضع قوي. لقينا فرزيين يا رب، بسطاء شاعرين بالدونية، امتلئ أنت رجاء وارفع رأسك بيسوع. المسيح رفعني، المسيح خلصني. طب لقينا يابوسيين دائسون لكل ما هو إلهي، ارفع أنت اسم إلهك وارفض أن يداس يسوع. يبقى أنت ساعتها كده إيه؟ اتعاملت مع إيه؟ اتعاملت مع الناس دي وعرفت إنك أنت تعرف تعمل إيه. طيب، في جدول تاني عايز أعرضه عليكم. برضه جبت لكم الأمم ونتكلم على نصرة زائفة مخدوعة ونصرة حقيقية واعية، عشان تعرف إلى أي مدى، إلى أي مدى ممكن فعلا الناس دي يدولك صورة إنك أنت كويس. الكنعانيون دول تجار مخادعون فاسدون، الصيدونيين صيادون ماكرون خبزاء أو خمراء كمان، الحيثيون مرعبون جبابرة، الأموريون كثير كلام، الفرزيون شاعرين بالدنيا والبساطة كاهلة، الحويين تسلط وترفع وتعالى، اليابوسيين دوس وتجاهل واحتقار لكل ما هو إله. دي بتبقى نصرة زائفة مخدوعة. دي نصرة زائفة مخدوعة. اوعى تصدق، اوعى تصدق ان انت كده صح، ده هو ده الغلط بعينه. لكن تعالى شوف النصرة الحقيقية الواعية، هتلاقي مقابل التجار الوحشين أمانة وإخلاص لكل ما هو إلهي، مقابل الصيادين مقاومة وحراسة جيدة للقطيع، مقابل المرعبون ثبات وإيمان وثقة في النصرة، مقابل الكلام الكثير العمل المتكاثر أكثر من الكلام، مقابل الشعور بالدنيا عندي رجاء، مقابل التسلط عندي الاتضاع، مقابل الدوس والتجاهل والاحتقار عندي تمجيد اسم يسوع وارفض ان يداس يسوع. انت كده منتصر ومستوعب ايه؟ الدروس. طيب تعالوا نرجع للصفر بقى، احنا لسه ما ابتديناش العظيم. تعالوا نرجع للصفر، تعالوا واخدين بالكم، نرجع للصفر بقى. ايه اللي حصل بعد كده؟ نتوقع ايه؟ نتوقع وربنا قال لهم الشعوب دي شرك وكذا 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 وكذا. انا اتخيل وانا بقرا هذا الكلام إن الشعوب السبعة دول يروحوا متجمعين، يلا يا جماعة هنا بينا نطرد العالم دي مرة تاني، مش كده؟ نسترد أرضنا. هما السكان كانوا في الأرض. تعالوا نسترد أرضنا. لكن تخيلوا ده ما حصلش. ده ما حصلش. عشان تفهم كويس قوي الله بيعمل إيه معاك؟ ده ما حصلش. ما قالوش يلا ولا الكبر ولا الحرب ولا أي حاجة خالص. عارف ليه؟ دي شعوب مقهورة لا تقدر على الحرب، يشتغلوا في الخبز في المكر من تحت لتحت، ما يشتغلوش كده أبدا. ربنا سابهم وقال لهم تنززوا يا شعبي بالنصرة. أنا مش خايف عليهم بطول يطردوكم بره، أنا خايف عليهم يفسدوا إيمانكم جوه، أما العدو فهيجي من بره. بصينا لقينا ربنا راح مسلط عليهم عدوا جاءهم من الخارج. قضاة 3:7-8 من حيث لا يعلمون. شوفوا بقى الواقع الوحش، لما تقبل حضرتك حد من السبعة دول، لما تقبل دول ونسيبهم مسلمين وما تستوعبش الخطورة بتاعتهم، بيجيلك
حرب جيلك من بره. يقول الكتاب عمل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب ونسوا الرب الهه وعبدوا المعاليم والسوادي وقعوا خلاص. فحمي غضب الرب على اسرائيل فباعهم اللي باعوني مش انا اللي بعتهم. هم اللي قبلوا غرباء، هم اللي سمحوا بوجودهم، باعهم بيد جوشان رعش عقل رعش دايم ملك ارام نهرين. فعبد بنو اسرائيل جوشان رعش دايم 80 سنة. قال لهم حد من بره خالص، ملك ارام اسمه رعش دايم رعش دايم. ارام معناها مترفع عالي، رعشتايم رشعتايم معناه اسود، كوشان اسود، اسف كوشان اسود، وارام مرتفع، ورشعتايم معناه ذو الشرين او الشر المزدوج او الشر المضاعف او المتعاظم. يا رب هي ناقصه، ما انتوا غلطتوا، سلط عليهم من بره حد يجيبهم بهذا كده. انتم يا شعبي ما ميزتوش المصر اللي رفعتكم، انتوا رفضتوا بالطهارة والنقاوة، سلطت عليكم العدو الاسود كوشان، رفضتوا اتضاعي الذي خلصكم فجبت لكم واحد يتسلط بكبرياء ارام. انتم تعلمتم التزاوج والوحدة مع الاشرار وقبلتم هذه الشعوب الغريبة فجبت لكم شر متعاظم، جبت لكم شر مزدوج. انتم رفضتم جديدة، رفضتم الأبدية اللي بيرمز ليها اليوم الثامن، وقعتوا تحت عبودية وشاندة 8 سنين. ورسالة أحبائي لينا، وضعنا غريب قوي قوي قوي، الانفصال عن الله وإحنا في بيته لما بنقبل غرباء السبعة اللي كلمت عنهم دول بيقود إلى وضع خطير للغاية، يتسلط العدو من الخارج، لأن الشعب في الوقت ده بقى عامل زي كيان مخوخ، فكان سهل جدا على غريب أن يأتي ويضربني ويسبيني ويستعبدني 8 سنوات. طبعا خد وضعه عليا لأن أنا بقيت ضعيف، أكون في الكنيسة وحد تاني يتسلط عليا ممكن، أكون في الكنيسة وحد تاني ياخد سلطان عليا ممكن، لأنك أنت لما بتستقل عن الله وأنت في بيته فأنت حد تاني، حد تاني غير ربنا هو اللي بيحركك. عارفين إيه ربنا قال لبارك كنيسة أفسس؟ عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى؟ أنت تركت محبتك الأولى، هزحزح مرارتك، واتقالت لها فكرة للشعب، وفضل ربنا شعب إسرائيل بيحاول يزق في الزمان عشان ما يزحزحش المرارة، لكن زحزحها وذهب الشعب إلى السبي. ليه؟ تنكروا المحبة الأولى، نسيوا الجلجال ونسيوا بوكيم ونسيوا العمود، وسمحوا الغرباء إن هم يكونوا إيه؟ يكونوا موجودين. فهنا نقطة خطيرة غاية في الخطورة. هقول لك قاعدة قريتها في كتاب حلو قوي، بيقول لك إيه؟ بيقول لك الخطوة الأولى تتضمن الأخيرة. يعني إيه؟ الخطوة الأولى الخطوة الأولى تتضمن إيه؟ الأخيرة، أو الأخيرة مختبئة في الأولى، أو النهاية بين في البداية. يعني اللي تتساهل معاه في الأول هيوقعك في الآخر، عشان كده ربنا حذرهم ما تتسهلوش عشان ما تتعبوش، وانتهاكم من البداية. إذا عشتوا في الطاعة، إذا خنتموني هفرقكم بين الشعوب، رجعتوا في الطاعة هرجمعكم تاني من هناك. كانش يجب أبدا تسمحوا يا شعبي إن تهاجموا الباطل عشان في الآخر هتقعوا في السبي. طيب نعمل إيه في الورطة دي اللي إحنا وقعنا نفسنا فيها؟ ودي أول غارة على فكرة في سفر القضاء، أول غارة. عثنئيل هيطلع دلوقتي هشوف هيعمل إيه، بس دي أول غارة تجيلهم من بره، أمر غريب قوي. قبل كده انتصارات يهوذا وشمعون كانت اقتحامات، دخلوا جبل ودحروه وخدوه، حاجة مصر حلوة بيمارسوا مصر، لكن بعد كده بسبب الشر جه عليهم كوشان ده، جه عليهم السواد،
جعلهم الشر المزدوج، جعلهم المترفع المتكبر، استعملهم 8 سنين. طب اعمل ايه يا رب؟ دي ورطه غريبه علينا. يقول الكتاب في مضاه 3:9-12: صرخ بنو اسرائيل للرب. كده احنا فهمنا القصه كلها. صرخ بنو اسرائيل للرب، فاقام الرب مخلصا لبني اسرائيل، خلصه عزنئيل ابن قناز اخا كالب الاصغر، فكان عليه روح الله وقاد لاسرائيل وخرج بالحرب. فدفع الرب بيده كشان رشعتين ملك ارام، واعتزت يده على كشان رشعتين، واستراحت الارض 40 سنة، ومات عزنئيل ابن قناز. خضاع 3:9-12. جميل عزنئيل ده. عزنئيل معناه اسد الله، قوه الله، زي جده يهوذا، وزي النبوءه بتاعت يعقوب عن اولاده قال عن يهوذا انه في فعل اسد. وبعدين قوه الله مش قوه انسان. مين اللي يخلص هنا يا جماعه؟ قوه الله مش قوه انسان. انسان ضعيف غلبان بيفرط، لكن ربنا بيقوي. وده كمان شقيق كالب، وكالب ده صاحب القلب الكوي، كان عنده 85 سنة، وقال لي يا شعب بص اعطيني هذا الجبل انا لسه اقدر اخرج وادخل وعارف، وخد فعلا جبل حبرون. وبعدين كان دخل ضرب قرية اسمها قرية سفر، وخلاها اسمها دبير. سفر معناها درك، ودبير معناها كلمة الله الحية. وكان كالب قال اللي هيضرب قرية سفر هديله بنتي عكسة، وعكسة تعني الحياة المقدسة. فراح دخل قرب ضرب قرية سفر وحولها إلى دبير واتجوز عكسة. إيه الحكاية؟ قلنا الأسماء الكتيرة دي بمنتهى البساطة. عزنئيل أسد الله مرتبط بابنة الحياة المقدسة عكسة. ضرب قرية سفر، قرية السفر، مدينة السفر، وحولها إلى دبير، تمسك بكلمة الله الحية، لأنه شقيق كالب صاحب القلب القوي، حد جبار. حرر الشعب من كوشان، بس عمل حاجتين خد بالك منهم قوي. يقول الكتاب كده عمل حاجتين، ارجع لفوق شوية. يقول ايه؟ بصوا، كان عليه على 10، كان عليه روح الرب. حرر بايه؟ بروح الرب. وبعدين عمل حاجتين، قضى لإسرائيل وخرج للحرب. يعني ايه قضى لإسرائيل؟ تعالوا تعالوا، انتوا غلطتوا، أدان الشر والفساد، فحركهم لتوبة جديدة. ولما حدثت هذه التوبة الجديدة خرج للحرب، فكانت ايه؟ فكانت النصرة. الحركة للحرب لابد من القضاء اولا، وبعد ذلك الصراع، وبعد النتيجه النصره وتعود السياده. يا احبائي، طالما نحن لا نحكم على انفسنا سيحكم علينا، مش كده؟ طالما نحن لا نحكم على انفسنا، طالما لا نميز الفساد الذي فينا، لن نستطيع النصره. وده اللي تميز بيه عزنئيل، والوحي اصلا بيقولوا قال لاسرائيل تعالوا انتوا غلطوا، ادانوا انفسهم، ادانوا ذواتهم، بعد كده خرجوا للحرب. يبقى دي نفس الفكره، اللي بيمتحن قلبه وفكره، وده اللي بيعرف يخرج ويحارب. لكن واحد مش حاسس انه غلطان، مش حاسس انه واقع، مش حاسس انه فرط، مش حاسس انه متساهل، لما يجي عليه عدو سهل عليه جدا يقول لك يا عم امر الله، يا عم ده ربنا عمال يعمل، هو ما فيش غيري عمال تخطط فيه يا رب. طب انت كده شو مع نفسك؟ ايه الكتاب اللي قالت فيه كده؟ مش كده؟ لان الهك مش مجرد الشرور. الهك ما بيجربكش. انت اللي بتجرب نفسك بشهوتك، التجربه المريره الرديئه دي. ما تقولش بقى ربنا يا حبيبي انت غلطان. دين نفسك واحكم على نفسك قبل ان يحكموا عليك. عشان كده في النهار له مقوله حلوه قوي. يقول لك احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكم عليك. وفي اخر الرزه بتاعته الجميله دي قال ايه؟ قال لنبكي يا اخوتي هنا، لنبكي يا اخوتي هنا قبل ما ياتي الوقت
الذي فيه تحرق دموعنا أجسادنا. لنبكي يا إخوتي، هنا دموع التوبة مطلوبة قبل ما يأتي الوقت الذي فيه تحرق دموعنا أجسادنا. ارتاحت الأرض 40 سنة، جيل كامل من الراحة جه بعد هذه النصرة. أنا عندي كده لسه كلام، بعد كده رجعوا تاني وعملوا الشر تاني. نفتح كده مع بعض بسرعة بسرعة. آخر كلمة هقولها لكم، وأنا آسف كنت طولت عليكم. 3:12-14، 40 سنة راح خلاص. حلو، كفاية كده عليك يا رب، كفاية كده 40 سنة. عايزين بقى نعيش تاني. عاد بنو إسرائيل يعملون الشر. واحدة عملت كده، عايزة تقول إيه الناس دي؟ إيه أنا؟ إيه الوحشة اللي أنا فيها دي؟ يسامحني ويغفر لي وأخرج من جلسة الاعتراف وأنا طاهر وناقي وحلو وأتناول ويقبلني في بيته. بعد كده ما يعديش كام يوم وأقع تاني وأوسخ نفسي. إيه ده اللي أنا بعمله ده؟ أهو ده. دول عليا جوال 40 سنة. ما بنقعدش 40 ساعة وبنضغط تاني. وأحياناً 40 دقيقة وأحياناً أقل. عاد يعملون الشر في عينان، فشدد الرب عدلون ملك مؤاب على اسرائيل، عملوا عينين الشر في عينان. جمع بقى عدو مثلث، عدلون ملك مؤاب جمع عمون وجمع مليح وسار وضرب اسرائيل وامتلكوا مدينه النخل. وعبد بنو اسرائيل عدلون 18 سنة. يا الهي على هذا السفر، انه قصه كل نفس ورواية كل جيل. حاجة كده عاملة كده يعني. ايه يا رب ده؟ شعبي وتحبهم وتسمع لهم وترسل لهم قاضي ويحرر. ايوه يا ابني، ايوه مليك ولادي ده هم كفوا مصر عايزين، وكل اشتهاتهم فضول اللحم والكرات. انا عايز لهم الكرامة. اضطروا تعبوني كده كتير يا حبيبي. تعلم. صرخ بنو اسرائيل الى الرب. عجلون ده على فكره الكلمه تعني حاجتين، تعني انه عجل بالفعل، انه عجل كبير ضخم. وفي الوقت نفسه عجلون معناها دائري، عجله يعني. يعني هو حد ضخم جبار ويعرف الكبرياء والذات. يعني انا بشبهه بابليس لما كان رئيس العالم. عجل رئيس العالم. فالشعب اتضايق 18 سنه. وإيه بقى؟ ده عدو مثلث، عجلون ملك مؤاب وملك عمون وعمليك. مؤاب ده الشبيه بالآب. حد يضحك عليا. مؤاب وعمون الشبيه بعمي. وبعدين ناس داخلاني مداخل غريبة. وعمليك كبار عملاق. يا رب الصعوبة دي، معلش. عايز حد يحررني. اصرخوا. فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. فأقام الرب مخلصا يهود ابن جيرة البنياميني رجلا أعسر. فأرسل بنو هدية إلى عجلون ملك مؤاب. يهود ده بقى حد حلو خالص. يهود جاي من يهوذا، معناه الحمد والشكر. ده يهود. بنياميني ابن اليمين. حلو قوي. يمينك يا يهود؟ لا لا، حاسب يميني أنا إيه؟ ده أنا عاجز، ده أنا بستعد بشمالي مش يميني. بس أنا ماسك في ابن يمين الله. هو مين؟ مين ابن يمين الله؟ ربنا يسوع المسيح. أنا يميني عطلانة، أنا قوتي الجسدية عطلانة. أنا جاي ببنيامين الحقيقي، ابن يمين الله، أنا جاي بيسوع، أنا داخل بشكره إلى يهود. داخل أقول له محتاج لك، أباركك، تعالى من فضلك، كن أنت يميني. أنا أعسر أستخدم يسر. ربنا قال له طب حط السيف على فخذك اليمين. حاضر. أنت أسأل شوية. حاضر. خش على عجلون وبمهارة خد السيف واديله بطنه. عمل حيلة ودخل، مش هطول عليكم. جايبلك هدية، اداله هدية. وبعدين راح صرف الرجالة اللي معاه اجروا بسرعة ارجعوا. وقال له في كلام سر هيسألونك. راح مخرج الناس هو كلام ودخل هم للدين. بقول له ايه يا حبيبي عايز تقول لي ايه؟ هوب خطه جبل. ده
ضربه بالسيف، شوف المهاره، استخدم شماله جاب السيف كده ودب، ولانه قصير ما جابش الا بطنه من تحت، فدخل السيف في بطنه ودخل ايده بالسيف بالمقبض في بطنه العين ده وخرجه لفتحه الشجره من الاخر يعني. يعني خلاه ما ينفعش. ونط من الشباك وجري وقف على التعليم وخلاص. والناس مفكره ان صاحبنا ايه؟ لسه جوه نايم. الراجل دخل دورة الميه، قيس احنا عليه البرود يعني هوا كده حلو. قال له لا مش عاتب يعني، نعرف ايه الهديه اللي اداها له دي، ما يدينا منها حاجه يعني. فتحوا لقوا ايه؟ لقوا ميت. ننزل كده لغايه النهايه، رجع تحت. فلبسوا حتى خجلوا، قالوا مغطي الرجال في مخدع البرود الحمام يعني. فلبسوا حتى خجلوا، واذا هو اللي يفتح باب العليه، فاخذوا المفتاح وفتحوا، واذا سيدهم ساقطا على الارض. اما اليهود فنجا، اذ هم مبهوتون وعبر المنحوتات ونجا الى سعيره، وكان عند مجيء ضربوا البوق وقالوا كده اتبعوني الرب قد دفع ايه اعدائكم المؤابيين. فنزل وراه من خوض الاردن، ضربوا مؤاب في نحو 10,000 رجل كل ذي بأس، فذل المؤابيون في ذلك الوقت تحت يد اسرائيل، واستراحت الارض 80 سنه. مين اللي خلصهم؟ برضه المسيح. يهود المسيح استخدم حد بيعرف يشكر، بيعرف يحمد، بيعرف يسبح. اختار واحد بيقول له انا يميني عاجزه يا رب، انا قوتي الجسديه ما تنفعش، انا عايزك انت يا ابن يمين الله، انا عايزك انت. طب السيف هو كلام الله مش كده؟ السيف هو كلام كلمة الله أمضى من كل سيف زي حدين وفارقة مفرغ الروح والنفس. بس ربنا عايز واحد شاطر حتى وإن كان ضعيف، لكن بيعرف يستخدم السيف بمهارة. تعرفين الضربة دي لو كانت فلتت كان إيه اللي حصل؟ الضربة يعني لو كانت كان إيه اللي حصل؟ كان يهودا خلص يعني انتهى، لكنه عنده مهارة حلوة، يعرف يستخدم الكتاب المقدس، فاهم؟ يعرف يضرب السيف، يعرف يجيب الآية اللي يرد بيها ويقتل بيها كل ما هو لإبليس. أنا طولت عليكم، لكن حبيت أوصل لكم لامتحانهم أمم ودروس. يا ريت نستوعب هذه الدروس، ما نديش لحد فرصة لا في كنيستي ولا في بيتي ولا في فكري ولا في قلبي ولا في خدمتي حد يعمل عليا شغل بتاع السبع أمم دول. تدرهمش الفرصة، أرجوكم حاربوا هذه الأمور بالفضيلة، بالتقوى، بالتوبة، بالدموع، بالبكاء، عشان ما نتعرضش للخبرات الصعبة دي. ربنا يسمح ويقدمنا بعدين نصرخ سبع هينقذنا صحيح، بس الخبرات المتوالية دي في الآخر للأسف أنتجت واقعا في غاية المرارة، موجود في آخر آية في سفر القضاء، أنه في ذلك اليوم لم يكن ملك في إسرائيل، وكل واحد صنع ما يحسن في عينه. مش عايزين ده يسمح بيه ربنا أبدا في حياتنا، عايزين ربنا يظل إيه هو إيه؟ القاضي يسوع قاضينا. ولكن دي بقى هي كل الأمم، كل الحاجات اللي إحنا ممكن نسمح بيها تعطل سيادة يسوع القاضي ورعاية يسوع القاضي لينا. اللهم بارك في هذه الكلمات، له كل المجد والكرامة للأبد.